قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها، بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها. بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا، وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. أنا أنتظر اليوم الوطني كل عام بفارغ الصبر، وأنا أيضاً أشعر بالسعادة والفخر عندما أحتفل مع الجميع باليوم الوطني. أخبرني يا خالد، ما رأيك أن نتجه أولاً إلى الشارع حريق! أنقذوني! أنقذوني! حريق! ما هذا الصوت؟ يا إلهي! إنه المستشفى! وهناك رجل في خطر! انتظر، ولكن أولاً يجب أن نتصل بقوات الدفاع المدني. انقذوني! أرجوكم! أرجوكم أسرعوا، مستشفى الحي يحترق. حريق! حريق! انقذوني! انقذوني! أيها الطبيب! أيها الطبيب! هل أنت بخير؟ أنا هنا وحدي، وجوالي في الأسفل، وكل الهواتف تعطلت بسبب الحريق. ساعدني! ساعدني! أرجوك يا بني! أبي، حمدا لله على وجودك معنا. وصلت للتو، فوجدت خالد يطلب مني مطفأة السيارة، فأحضرت مطفأة أخرى وقررت الانضمام إليكم للمساعدة. وأنا اتصلت بقوات الدفاع المدني. أحسنت يا فواز، سيصلون سريعا بإذن الله. يجب أن نمنع النيران من الوصول إلى الحديقة. الدخان كثيف هناك، من المؤكد أن الحريق قد نشب في غرفة مولد الكهرباء. اطمئن أيها الطبيب، نحن معك. شكرا جزيلا لكم، إن إبلاغكم السريع عن الحادث ساهم جدا في تقليل الخسائر. هذان الطفلان الشجاعان يستحقان شكرا خاصا. يؤسفني أن اتسخت الملابس التي كنتما تستعدان لحضور الاحتفال بها. نحن لا نشعر بالأسف إطلاقا، بالعكس نشعر بالفخر، أليس كذلك يا فواز؟ بالطبع، فحب الوطن ليس مجرد احتفال، وما فعلناه من إنقاذ مستوصف الحي هو أمر بالغ الأهمية. أصبتما، الوطن يحتاج لعطائنا أكثر من احتفالاتنا. ما رأيكم في التقاط صورة مع أبطال الدفاع المدني أمام سيارة الإطفاء؟ ستكون ذكرى لطيفة في اليوم الوطني. هيا بنا. Thank you.